الله ورعايته، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم، للمضمرين المتابعين دائما لشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا التحدي وفي ميدان الوتمة عاصمة الميادين. الوتمة غير في هذا المهرجان الختامي، وننطلق مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول في صدارة الشوط. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، المركز الأول مياس لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي وسالم بن علي بن بخيت المسافري، من يتابع هذا الشعار على المركز الأول. المركز الثاني وصل هجام هاجم على المركز الأول، هجام مع المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري، يتابع أيضا هجام المشارك في المركز الثاني. المركز الثالث وصل العابر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم بالمر السبوسي، تابعه في عملية التضمير. وصل الطبيب، وصل الطبيب مع المركز الرابع لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غافان اليابري. يا سلام، الطبيب الشعب الزميل أيضا نتمنى له التوفيق مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل مشاهدينا الاعزاء نجد لهجن العاصفه ومضمره حمد بن راشد بن غدير الاكتبي مع المركز الخامس، انتقل مباشره بدوري مع المركز السادس. المركز السادس سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمره السيد احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز السادس. المركز السابع وصل الحبر بمشاركته القويه، وصل هناك أشقر، أشقر على أشقر مثل ما الحر الأشقر يجمع معاني الزي كامل وصوفه، هذا شعار الرياسة. حاضر مع أشقر وعلي بن جميل الوهيبي، يا سلام الظافر المتواجد في هذا التحدي. المركز السادس، المركز السادس يحمل رقم واحد طاري، طاري وصل طاري لهجن الرياسة، أيضا علي بن جميل الوهيبي متابعا في هذه التحدي. المركز السابع يصل سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز السابع. المركز الثامن الطبيب مع المركز الثامن لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي فايز بن غفان اليابري، تابعه في عمليه التضمير. تاسع المراكز، المركز التاسع يصل اللي هو زعفران لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه الاكتبي، والمركز العاشر يصل هياض لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، يتابعه في عمليه التضمير. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا بالوفاء والتمام. العشر المراكز الأولى الحاضرة في هذا النداء الأول والمتواجدة، أشواط السرعة مع الكبار، أشواط السرعة مع التحدي، التحدي والإثارة، يتواجدون وحاضرين في ميدان الوتمة للمشاركة في ختام الوتمة، هذا المهرجان الختامي. أعود مع مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول. 3 كيلومترات راحت وما تبقى إلا 3 كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط. مقدمة الشوط هجم هجام مع المركز الأول لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري المتواجد بانطلاقة هجام مع مقدمة الشوط. لكن اللي لاحقه في المركز الثاني مياس لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي وسالم بن علي بن بخيت المسافري، يا سلام المسافري بيسافر بالشوط، يبي يروح بالشوط في تحدي المهجنات الاصايل. المركز الثالث وصل مشاهدينا الاعزاء العابر، العابر يبا يعبر، يبا يعبر
يعبر مع المراكز الأولى لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم بالمر السبوسي متواجدا أيضا في هذا التحدي. مع المركز الثالث المركز الرابع وصل طاري تواجد مشاهدين الأعزاء ضمن المراكز الأولى يحمل الرقم 1 وهذا الشعار دايم يحب الأول دايم يحب الرقم 1 عينه دايم على المراكز الأولى يطمع بالناموس وبالفعل روح الحمر من هذه اللحظات أعلن المنافسة أعلن التواجد والحضور دائما لهذا الشعار على مقدمة الشوط مع الظافر علي بن جميل الوهيبي متابعا لهذا الشعار لكن العاصفة هبت هبوب العاصفة وبردها شيني الله الله مع المركز الثاني لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الاكتبي يتابع في عملية التضمير. المركز الثالث وصل مياس لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي سالم بن علي المسافري رابع المراكز يتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد المهير يتواجد لكن الخامس ايضا العابر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وايضا مر السيد سعيد بن سالم بالمر بالسبوسي ايضا يتواجد لكن بعود مع مقدمة الشوط بعود مع المركز الأول في هذه اللحظات 1200 متر عن خط النهاية ولا زال مياس مع المقدمة مياس مع الصدارة متواجدا مع المقدمة والكيلومتر الأخير الله 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 لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي وسالم بن علي بن بخيت المسافري لا زال المسافري مع مقدمة الشوط لكن شاهين مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن مروشد يتواجد مشاهدين الأعزاء مع المركز الثاني لكن ما طاع يسلم مياس اللي يحتل الآن المركز الثاني. رصدت التعليمات بدت الأوامر مع المراكز الأولى مع التحديات الحمر مع المركز الثالث مع طاري 400 متر عن خط النهاية الله 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 لكن مياس من البداية لا زال مع المركز الأول لا زال مع المقدمة لا زال مع الصدارة مياس لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي يتواجد على مقدمة الشوط سلام لهالي الشارقة على هذا الفوز على هذا الناموس المتواجد في هذا التحدي تهانينا لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي على فوز مياس في المركز الأول وتهانينا لسالم بن علي بن بخيت المسافري المركز الثاني الشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم جاء في المركز الثالث طاري لهجن الرياس المركز الرابع حياض لهجن العاصفة والمركز الخامس كان من نصيب نجد لهجن العاصفة. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لمياس 9:46 جزء 1 من الثانية تهانينا لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي. المركز الثاني مشاهدين الأعزاء شاهين حصل على المركز الثاني توقيت الزمني 9:46 6 أجزاء من الثانية تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. طاري مع المركز الثالث لهجن الرياسة وتوقيته الزمني 9:46 8 أجزاء من الثانية تهانينا للرياسة تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين وترحيبنا مشاهدين الأعزاء بسمو الشيخ